طارت صارت حاحا وقعت في البير حاحا صار النطير حاحا طب وقعت ليه حاحا وقعت من الخوف حاحا والخوف يجي ليه حاحا من عدم الشوق حاحا وقعت من قول الاحمر الغرس وقعت من قول الاحمر الغرس بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد شوقي عضو حركه تحرير جامعه القاهره. جايين هنا ليه؟ احنا النهارده جايين جامعه القاهره حركه تحرير بالاخص جايه بمسيره من جامعه القاهره تضامنا مع الجامعه الالمانيه جي سي عشان القضيه بتاعتهم. الناس دول شافوا الذل شافوا اتهانوا الدميري رفض طلبه منهم اللائحه بتاعتهم اتكروتت ده كله عشان بيطالبوا حقوقهم فالناس منهم اترفضوا فجايين النهارده نشارك في القضيه بتاعتهم عشان ان شاء الله احنا مكملين مستنيين الجلسه جلسه هتبتدي ان شاء الله احنا مستنيينها مستنيين الجلسه دلوقتي ان شاء الله احنا متفائلين خير ان شاء الله احنا مسيطرين على الموقف يعني عم حمزه بالجد تاني يا مصري انت اللي باقيه وانت هتفل من فاروق منسق عام حركه التحرير مشارك ليه النهارده في الوقفه امام مجلس الدوله مشارك النهارده علشان صدر قرار تعسفي بيعكس سياسات مبارك والحزب الوطني المنحل في فصل وقمع حريه الطلاب في الجامعه الالمانيه، احنا جامعه جزء من جامعه القاهره جايين نتضامن لسبب بسيط جدا الطلبه عندما ارادوا ان يعبروا عن ارائهم واحتجاجهم على احداث بورسعيد ورسوم جرافيتي لاحد الطلاب الشهداء من الجامعه الالمانيه كان القرار من المهندس الدميري اللي هو ما زال يعد من بقايا نظام الرئيس المخلوع وبالمناسبة هو وزير النقل في عهد المخلوع الذي صدر في عهده أكبر مشكلة في النقل وهي حادث قاتل حادث قطر الصعيد اللي أدى إلى وفاة واستشهاد الكثير والكثير من شعب مصر. احنا بنأكد على عايزين حرية داخل الجامعات ببساطة الثورة أو حدثت ولكن لم تصل قطعا إلى المؤسسات والإدارات. بنأكد أن الطلبة لهم الكلمة الأولى والأخيرة فيما يحق من أمور. ليك حضرتك على اللائحة الطلابية الجديدة؟ اللائحة الطلابية إحقاقا للحق بها مزايا ولكن نعترض عن آلية اتخاذها، بنعترض عن الآلية اللي تم الاتخاذ بها. فيها حاجات تدين اللائحة زي عدم لسه ما اكدوش على حرية المشاركة العمل السياسي داخل الجامعات، ولكن نحن ننادي خاصة بعد ثورة 25 يناير بلائحة تقر وتعبر عن مبادئ 25 يناير الثورة. فلسطين إسرائيل رح يدخلوا بغداد العصر والمغرب رح يدخلوا مصر يحكى عنا ميرفت موسى. انا ست مصريه عاديه جدا، لا عندي انتماء للحزب ولا الائتلاف ولا الحركه ولا لاي حاجه. انا جايه اتضامن مع طلاب الجامعه الالمانيه لان الحريه ما بتتجزأش، وده رايي. حريه الطلبه النهارده هتبقى حريه كل مؤسسات الدوله بكره. احنا ما زلنا بنتقمع ويمكن دول كمان موقفهم اشد. انا بعتبر ان اعتصامهم في نوع من انواع الجهاد لان انا رحت لهم الاعتصام عشان اتضامن معاهم. حقيقي المكان موحش وكنا لسه الدنيا ما ظلمتش، زائد ان البرد بشع هناك بشع. فمعنى صمودهم ان هم فعلا بيدافعوا عن قضيه وعن مبدا. القصه ما هياش قصه اي حاجه اكتر من ان هم قالوا لا او صريحه وما عجبهمش النظام ان يبقى في نصب تذكاري لحسني مبارك لغايه النهارده في الجامعه، ويترفض ان هم يتعمل وقفه احتجاجيه بصوره لزميل ليهم اغتيل اغتيل. وانا برجع تاني اقول اغتيل زيه زي بقيه شباب الالتراس اللي كانت دي مكيده متدبره لهم، واحنا كلنا عارفين ان دي كانت مكيده، واكيد مش هيعرف يدبر المكيده دي بالاحكام ده.
ويجند كل مؤسسات الدولة تحت إيده إلى رأس النظام، رأس الدولة هو اللي يقدر يعمل ده. اسلام أحمد، الناشط السياسي. القصة بتاعت الجامعة الألمانية ديت باقي مسلسل ظلم المجلس العسكري قائد الثورة المضادة. الموضوع مش الإجراءات التعسفية اللي اتخذت مع الطلبة ديت، اتخذت لكتم صوت الطلبة، لأن هو قدر يكتم صوت المصانع وصوت العمال عن طريق الضغط بالاقتصاد، لأن هو بيضغط عن طريق تشويه صورة الثوار، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيضغط عن طريق المعيشة، فالطلبة معرفش يضغط عليهم عن طريق المعيشة، فأضغط عليهم إما عن تشويه صورتهم إما عن طريق الأساليب القمعية اللي هو استخدمها، زي عندنا في جامعة القاهرة مثلا حسام كامل استخدم معانا الأساليب القمعية بعدم دخول الصحافة وبالتحذير إن احنا هنرجع نتشد تاني زي زمان، كانت هي ديت رسالته المباشرة لينا عن طريق الأمن إن احنا هنرجع نتشد تاني. لا، احنا بنوصل له رسالة ان الثورة مستمرة.